شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على ضرورة توجيه المؤسسات المعنية في سبيل فرز بطاقات المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. وأشار صالح إلى أهمية وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن هذه الأمور لما لها من صلة بالحقوق السياسية للمواطنين الليبيين. المفروض يكون في توجيه قوي للنائب العام والسجل المدني بضرورة فرز عملية الأرقام للحق المنتخب هو الليبي. الليبي من هو اللي يرتبط بالجنسية، يعني علاقة قانونية بين الدولة والمواطن وهو الجنسية، لابد يكون عنده جنسية، يعني حق الترشح وحق الانتخاب هذا الحق السياسي الأول، هذا يعطي للليبيين. الليبي من هو من يحمل الجنسية الليبية، لكن في كثير من المقيمين في اللي يستفيدون في اللي كذا، لكن تترك الأمر بهذا الشكل. فأول حاجة المفروض يصدر قرار شديد السيد النائب العام، ولازم يبتوا في الأمر هذا، بينوه وبيحصلوا الأرقام الوطنية الليبي. الليبي ليبي اللي أخذ الجنسية الليبية، سواء بطريقة تجنس ولا ليبي بالأصل هذا ليبي، لكن شخص مقيم في ليبيا وهذا هو أمر مختلف.